وللتعليق على البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن المصالحة الخليجية، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم الهيئة. دكتور عبد الحميد، السلام عليكم. يعني أصدرتم بيان أثنيتم فيه على المصالحة الخليجية وأيضا أكدتم أن هذه المصالحة فيها الخير، ما أوجه الخير التي انطوت عليها هذه المصالحة دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولجميع المشاهدين الكرام. بالتأكيد أي خلاف حينما يدب في جسد الأمة فإنه يؤثر على كل الأمة جمعاء، ويؤدي إلى زعزعة صفوفها واستغلال العدو لهذا الأمر والنفوذ إليها في إثارة المشاكل، وبالتالي يكون ذلك الضعف على جميع الأمة. ولذا هذا الخير هنا سيعود عندما تزول هذه الأسباب، تزول أسباب الفرقة، تزول أسباب الخلاف، فتنتبه هذه الأمة إلى مشاكلها الحقيقية وتقف صفا واحدا تجاه الأخطار المحدقة بهذه الأمة، وتلتفت إلى شعوبها فتقدم لها الخير بنواحيها السياسية والاقتصادية وغير ذلك. إذن هذه المصالحة ستؤدي بالتأكيد إلى أنه يكون هنالك تعاون، والتعاون بين هذه البلاد جميعا لا ريب أنه سيعود وينعكس إيجابا على الأمة جمعاء. نعم دكتور، وهذا ما نتمناه ونرجوه. دكتور، على ذكر المخاطر، سبق لكم في هيئة علماء المسلمين في أكثر من بيان أن دفعتم إلى موضوع المصالحة الخليجية، أيضا كانت بياناتكم تحذر من المخاطر الخارجية التي تهدد الأمة، أي مخاطر تحديدا كنتم تقصدون في هذه البيانات؟ نعم، هنا المخاطر كثيرة جدا ولا تنحصر بجهة معينة، لكنه لا سيما الخطرين الأساسيين الرئيسيين خطر الكيان الصهيوني على الأمة، ومن الجانب الشرقي خطر جارة السوء إيران التي استغلت مثل هذه الظروف وتزرع شرورها في المنطقة متغلغلة من خلال ميليشياتها، والتي تتبجح إيران، أقصد تتبجح بمثل هذا الخطر الذي تزرعه والفتن التي تثيرها، وتقول أنها باتت تسيطر على 4 عواصم في اليمن وفي العراق وفي الشام وفي لبنان. طيب دكتور، فيما يخص العراق، إلى أي مدى سيتمكن قادة الخليج باجتماعهم هذا وأيضا موضوع المصالحة؟ هل سيتمكنون من إعادة العراق إلى حضن الأمة العربية بعد أن اختطفتها إيران؟ يعني هذا ما كنا نرجوه ولا نزال نرجوه، لأنه انشغال هذه الدول العربية الإسلامية انشغالها بخلافاتها أولا كان ينعكس على أنها قد تضطر إلى تجاهل القضية العراقية، هذا من جانب. من جانب آخر أنه ربما ينعكس هذا الخلاف على بعض أن التجاهل للخطر الإيراني بالتحديد، وهذا ما الذي دفع الإيران أو دفع المنطقة كلها إلى أنه تجعل إيران تتفرد بالكثير من الملفات وتحديدا الملف العراقي. فغياب الكثير من البلاد العربية سياسيا عن المشهد العراقي ودعمها للقوى العراقية، للقوى الوطنية العراقية، ومؤازرة الشعب العراقي في همومه وفي قضاياه، دفع هذا الأمر أو أدى هذا الأمر إلى وجود فراغ استغلته إيران إلى أن تتوسع في نفوذها وتوسعة ميليشياتها وأذنابها في العراق. الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، شكرا جزيلا لكم.